السلام عليكم، معاكم ممرض عامر عياصر. اليوم رح نتحدث عن مرض الشيع وبشكي منه عدد كبير من الناس، اللي هو مرض الاكتئاب. مرض الاكتئاب يعتبر من الأمراض الشائعة بالمجتمع، يصيب النساء بنسبة 15 لـ 25%، وبصيب الرجال بنسبة 10 لـ 15%. والاكتئاب عبارة عن شعور عميق بالحزن المتواصل، خصوصا إذا استمر لمدة طويلة بتتعدى أسبوعين. فإذا يعني صاب شخص بحزن متواصل لمدة أطول من أسبوعين، احتمال كبير إنه يكون مصاب بمرض الاكتئاب. والسبب المباشر يعني للاكتئاب اللي هو حصول نقص أو عدم توازن بالمواد الكيماوية الموجودة بين الأعصاب، اللي هي النواقل العصبية زي الدوبامين والنور أدرينالين والسيروتونين. فحصول نقص أو عدم توازن بالنواقل العصبية راح يتسبب بحدوث الاكتئاب خارج عن سيطرة الشخص، حتى لو ما كان في شيء ظاهري بيدعو للاكتئاب. والاكتئاب ممكن يتسبب مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب أو يخل بعمل جهاز المناعة. ايضا الشخص اللي بيستمر عنده الاكتئاب لفتره طويله من غير علاج راح يكون يعني علاجه صعب، فضروري يعني يتم علاج الاكتئاب بوقت مبكر. ايضا الاكتئاب ممكن يتسبب بمشاكل عائليه واسريه، مشاكل بالحياه الزوجيه، ايضا ممكن يتسبب مشاكل بالعمل، ممكن يعني بالنهايه يؤدي الى التفكير بالانتحار. فالاكتئاب يعني يعتبر من الامراض الخطيره اذا استمر من غير علاج. والاكتئاب فيه له اعراض كثيره، منها اعراض جسديه او عضويه، ومنها اعراض حسيه او نفسيه. بالنسبة للأعراض الجسدية أو العضوية مثل إرهاق أو انخفاض في الطاقة، نوم أكثر أو أقل من اللازم، التغير بالشهية والوزن، عدم استقرار وتوتر، أوجاع عامة، آلام بالرأس، آلام بالظهر، مشاكل بالهضم، غثيان. هاي طبعا بالنسبة للأعراض الجسدية أو العضوية. بالنسبة للأعراض النفسية أو الحسية، المريض يعني بحس باستياء خلال اليوم بشكل يومي تقريبا، شعور بالفراغ والخلو من الأمال، الشعور بالتوتر والعصبية والاستياء والبكاء، فقدان الاهتمام بأمور كان يحبها ويستمتع بها، صعوبة بالتركيز وباتخاذ القرارات، شعور بعدم التقدير الذاتي وبالكره الذاتي، شعور مبالغ فيه بالذنب، عصبية وقلة راحة، أفكار عن الموت والانتحار، فقدان الرغبة الجنسية. تقريبا يعني هاي أشهر الأعراض النفسية أو الحسية اللي بيعاني منها مريض الاكتئاب. طبعا بالنسبة لعلاج الاكتئاب، الاكتئاب فيه عدة طرق لعلاجه. أول شيء العلاج عن طريق الأدوية، في أدوية كثيرة بتعالج الاكتئاب، بتعمل على توازن النواقل العصبية. كل دواء يعني فيه له ميزات وخصائص، مثلا دواء البروزاك دواء مضاد للاكتئاب، بيعمل على تحسن المزاج. دواء الميتوبيزال برضه دواء يعني مضاد للاكتئاب، بيساعد على النوم. وأدوية الاكتئاب يعني بتتميز إنه بحاجة لوقت حتى يبدأ مفعولها، ممكن تحتاج لمدة أسبوعين حتى يبدأ مفعولها. ومعظم يعني أدوية الاكتئاب آمنة للاستعمال الطويل، باستثناء أدوية زي الفاليوم الديزيبام اللي هي المخدرات، الفاليوم أو الديزيبام أو دواء الزنكس اللي هو البارازولام. طبعا بالنسبة لهذه الأدوية مفعولها سريع جدا، تستخدم يعني للحالات الحادة والطارئة، لكن يعني ما بتستخدم لفترة طويلة لأنها ممكن تسبب إدمان. لكن بالنسبة لباقي الأدوية، باقي الأدوية يعني آمنة للاستخدام الطويل، والأدوية يعني بحاجة لبعض الوقت حتى يبدأ مفعولها. وكل دواء له ميزات وخصائص وأعراض جانبية خاصة به، والطبيب يعني بيختار الدواء المناسب للمريض. وإذا المريض يعني ما تحسن على الدواء أو شعر أن الدواء فيه أعراض جانبية مثلا مضايقيته، الدكتور يعني ممكن يغير له إياه لدواء ثاني يرتاح عليه أكثر. والأدوية يعني معظمها تعتبر آمنة للاستخدام الطويل. أيضا يعني من الأشياء المتبعة لعلاج مرض الاكتئاب اللي هو الاهتمام بالجانب الإيماني مثل الصلاة أو قراءة القرآن أو ذكر الله، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. والاكتئاب يعني شائع جدا عند الأشخاص يعني خلينا نقول البعيدين عن ذكر الله. أيضا من الأشياء اللي ممكن تخفف من الاكتئاب اللي هو ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء ودعم يعني أفراد العائلة والمقربين والأصدقاء للمريض. تقريبا يعني هيك احنا تكلمنا عن معظم المعلومات المتعلقة بمرض الاكتئاب. إن شاء الله أن تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. وبالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا إياه أسفل الفيديو. أتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية.